واخشى يوما لا يجزي والدنا عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى ويتلو علينا ذلكم العلم القرآني الأذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. ندعو الله لصاحب الفضيلة بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة
شاكرا لأنعمه شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ادع إلى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بي
ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق Shut up!
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى لنريه من آياتنا أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بسم الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إِنَّ
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي ذهب نور لما تجلت ايات الهدى وعدت زهور السعد خدا مغردا وسمعت امه التوحيد واهتز قلبها حماك الله يا خير قارئ لعظم التنزيل على النبي محمد وكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي نجم القراء بمصر والعالم الاسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق ابو خير القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بسيدي سالم بمحافظه كفر الشيخ الاذاعات الهندسيه والاضواء الكهربائيه ومخازف رش الكبرى وقصر الضيافه المتنقل في جميع انحاء الجمهوريه والخدمات الفندقية الممتازة لصحيفة الحاج الجلال عبد العزيز المكتب بتشنا اخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.